بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده سلطه الكروسلو بطريقه سهله، وهي اصلا بسيطه جدا وطعمها بيبقى ممتاز، ان شاء الله هتعجبكم. كل اللي انا هحتاجه معلقه سكر كبيره، ممكن نستبدلها بالناس اللي بتعمل دايت معلقه عسل نحل كبيره، رشه ملح ورشه فلفل اسمر، ربع فنجان خل، معلقتين كبار لبن، او ممكن الناس بتعمل دايت بدل اللبن كامل الدسم يستعملوا كوبايه زبادي صغيره. والمايونيز ده اساسي السلطه بتاعتنا، هو اللي بيديها التست بتاعها. وعندنا كرنب سلطه، وممكن لو ما عندناش كرنب سلطه نستعمل الكرنب العادي، واحنا بنعمل كرنبايه نشيل حته من جوه يعني تكون حلوه. وجزر، الاصول في السلطه ان يكون الجزر ضعف الكرنب ضعف الجزر. وطبعا دي بترجع حاجات كلها تقديريه، انا بحب ايه فهزود ايه. بخلاف كده، معلقه السكر ورشه الملح وفلفل اسمر، احط عليها 4 معالق مايونيز، احط عليها زي ربع فنجان خل، معلقتين لبن كبار وبالتعيير كده يعني، وهقلبهم كويس. عشان اخد الطعم يكون مظبوط، الاصول ان انا بعد ما اعملها تقعد في التلاجة من 4 ل6 ساعات. وطبعا كل ما تقعد في التلاجة اكتر كل ما يكون طعمها احلى. طب معايا لحد امتى خليها في التلاجة واكلها؟ معاكي اسبوع. انتي لو عندك مثلا عزومة او حاجة وتقدري تعمليها وتخليها بقى قبلها بيوم ولا حاجة عشان تديلك الطعم الممتاز، وفي نفس الوقت هتبقى شلتي من عليكي حاجة. نقلبها كويس بس عشان ايه تبقى مظبوطه معانا. ممكن لو حسينا ان احنا عايزين نخلي فيها صوص اكتر نحط لها شويه لبن كمان. طبعا الناس اللي هتستعمل زبادي هتلاقي معاها كمان الدنيا مرتاحه اكتر. بس هي كده بقت معايا جاهزة. اتمنى تكون عجبتكم، وصفة سهلة جدا. انا بس عايزة اوضحها لكم.